الأعزاء مشاهدونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة السودان والفرص الضائعة مع الأستاذ إبراهيم منعم منصور. كنا في الحلقة الماضية كانت هي الحلقة العاشرة توقفنا عند إعدام الأستاذ محمود محمد طه الذي وصفه ضيفي بأنه كان إعداما سياسيا، وما تكفير الأستاذ محمود إلا لموقفه السياسي ضد مايو في تلك الفترة. نواصل في هذه الحلقة قضايا أيضا مهمة، منها المجاعة في 88 وأيضا سقوط مايو، وضيفنا الكريم له رواية خاصة حول الأسباب الرئيسة حول سقوط مايو. أستاذ إبراهيم مرحب بك. مرحب بك. تركت الوزارة في العام 84، وإحنا بنتذكر في تاريخنا السياسي مجاعة 1984. حصل شنو في موضوع المجاعة؟ في موجة من الجفاف والتصحر بتضرب بعض مناطق العالم كل فترة معينة، والفترة دي كانت مرض على السودان. الاستعداد ما كان، أو الناس ما كانت متوقعها تكون بالشدة دي. لما بدأت بوادر المجاعة كان رأينا بعض مننا أنه يعلن السودان منطقة كوارث، ودي حاجة تحصل في العالم كله حتى في الدول المتقدمة، يا فيضان يا جليد يا بركان. الناس هنا لحد النهارده بيعتقدوا انه دي فضيحه، انه دي جريمه، انه كيف تقول انه بقيت منطقه كوارث. هم فاكرين انه كوارث كان ما خلقها النظام الحاكم. والرئيس نميري تردد في الحكايه دي. انا بتذكر مشيت البنك الاسلامي للاجتماع قبل ما اطلع من الوزاره، وكان علي تاج الدين الله يديه العافية مساعد رئيس البنك شؤون إدارية، معه أحد زملائه جوني وقال لي إحنا مستعدين نساعد وكذا. وكلمته أنه فعلا في كارثة في مجاعة وكذا، وعلى أساس هذا الأساس جابوا بعض المساعدات، لكن المساعدات جاءت متأخرة شوية، يعني بعد ما الناس تعبت فعلا وضاقت الأمرين. وحتى بعد ذاك الحكومة اضطرت تعترف بالأمر الواقع باستحياء، وكانت كوارث فعلا بالنسبة للمواطن العادي. ما كان حقه تحصل لو أعلنت من أول مرة المناطق اللي تأثرت بالجفاف والتصحر منطقة كوارث. والعالم عنده جمعيات مستعدة تعمل الحكاية دي، وعنده فوائض سلع دار يصرفها، يعني ما حبا فينا ولا حبا في الإنسانية، إنما برضو منافع متبادلة. لكن للأسف الشديد الإعلان جاء متأخر، ونزحوا ناس كثيرين جوا العاصمة، لا يزال بعض بقاياهم موجودة، نفقت كثير من الحيوانات، وأصحابها تركوا الرعي واشتغلوا بالزراعة، ويعني كانت بالنسبة لنا كارثة. مفاجأة يعني؟ كانت كارثتين. لا، المفاجأة كانت مفاجأة للمجاعة دي؟ هي كانت ما في تدابير قراءات؟ ما كانت. شوف أنا دائما بفتكر أنه الحكم المركزي بيكون دائما أكثر تجاوبا مع المشاكل من الحكم اللي بيدعي أنه قايم على فيدرالية. فيدرالي؟ لا، قايم على أنه هو جاي من نتيجة انتخابات شعبية وكذا. يعني الناس في المجالس الإقليمية لو من بدري، لو كان في مفتش مركز مدير مديرية، كان من اول مره بيعلن. كان الامر ده كان ممكن يكون يرصد يعني ويتم الانتباه له. مثلا دي زي يقول لك فلان ده عنده سرطان، كانما عيب انك يكون عندك سرطان. ابدا، دي حاجه حصلت، وحصلت في افريقيا قبلنا جنبنا جوارنا، وناس من الجوار جو عندنا. كان ممكن تعلن من حكام الاقاليم حتى لو ما اعلنت الحكومه المركزيه، وتضطر الحكومه المركزيه تجاوب معهم. لا، في غفله لهذا المستوى، غفلة إلى أن تحدث المجاعة، ما يتم الانتباه ولا لمظاهر على الأقل؟ لا، في مظاهر، بقول لك يعني. أيوة. كان ممكن الناس تتلقى لها، لكن ما تم الانتباه لها. ما تم الانتباه لها؟ ما كان انتباه، يعني ما كان في تجاوب من المركز لها. يعني المركز ما كان، يعني لو أعلنت الحكومة الاتحادية أن السودان منطقة كوارث تتجاوب معها العالم، لكن ما ممكن تعلن أنت في مديرية أو في منطقة صغيرة أنك عندك مشكلة وعندك كارثة، تسمع العالم يسمعه ويجاوب معك، لأنه بيجي نتيجة لإذن من الحكومة الاتحادية. دي النقطة الأساسية اللي كانت في خلاف، حتى ناس جو هنا
في معسكرات وكذا، وبعدين مشروع بعض النواب ولوموهم. أنا قال لهم أنتم كان في مجلس الشعب تطلبوا الكلام ده من الحكومة، والحكومة تعالى منطقة كوارث تجينا مساعدات في مناطقنا وكذا. أنا أفتكر في كان في تقصير يعني. أنا بهمني أنه الأستاذ إبراهيم منعم منصور دخل مايو في أوجه يعني في تألقه، خلينا نقول يعني، وكان الوضع الاقتصادي السوداني، وكان ثم تأييد كبير للرئيس نميري بالذات بعد انقلاب 71. ايه تأملاتك بالله وانت بتنظر لبداياتك في دخول مايو والى ما انتهت اليه مايو المسمى ثورة في التعمير وفي التنمية وكل الاحلام دي؟ لا ده جايش له، ده ما لسه في سقوط مايو. قول لا يعني الان انت دي ملاحظة برضو مهمة. دي ملاحظة، احنا عبرنا عن رأينا في انه الحكومة المفروض تعلن كوارث تتسلم معونات من الخارج وتنقذ الناس ديل. الحكومة أعلنت الإعلان متأخر جدا. البنك الإسلامي تجاوب مع حديث يمكن على تجي الدين حيد الوكتال الذي العافية، يقول لك إحنا جينا ونتيجة الاتصال بيننا وبين الوزير المالية لكن مش من الحكومة المركزية. دي من الأخطاء الكبيرة اللي حصلت أنه الحكومة الاتحادية لم تتجاوب بسرعة. طيب النقطة الثانية، النقطة الثانية بتاعت أنه وأنا حرجئها فعلا موضوع رؤيتك الكلية لفترة حكم مايو، لكن دارك تقول لي برضو في اللحظة دي كيف تقيم الوضع الاقتصادي السوداني؟ كان كنا عاملين كيف؟ الوضع كان يعني فيه مشاكل، المشاكل دي ضعف الإنتاج. أيوة. وضعف التصدير، توقفت مصانع طبعا، وكان والمصانع لأي حد لحد كبير ما كانت متوقفة كلها لأنه أغلبها كان معتمد على مواد محزنة زي القطن وكذا وحاجة زي دي، أكبر مصانع كبيرة، وزي مصنع القزاز معتمد على الرمال ما معتمد على حاجة، والمصانع الأدوية كان معتمد على كيماويات غير خاضعة لرخص استيراد وهكذا. لكن الإشكال الأكبر أنه القوة الشرائية بتاعت الناس في الريف تراجعت كثير جدا. الإنسان بتاع الريف الإنتاج هو العمود بتاع الإنتاج بقى ما موجود. ده اللي خلاني أنا أقول في الخطاب بتاع الميزانية أنه نسأل الله السلامة بنفس الموقف بتاع 1306 في المهدية. الجنيه كيف كان سعر العملة المحلية؟ الجنيه كان يساوي كم دولار الوقت ده؟ لا في الوقت ده لسه الهيار بتاع الدولار ما وصل ما وصل. لا كان الجنيه متماسك لحد كبير، وما كان في مشكله كبيره في النقد الاجنبي لانه البجاعه حصلت 84 والاقتصاد كان ما شاء الله يعني كويس، كان كويس وكان يعني عنده دعم خارجي بناء على خطط وبرامج معروفه وموضوعه يعني. ما كان في تجاوز كذا وكذا وكذا. وزي ما قلت لك احنا في الزمن ده كنا بنعتمد دائما بنضع ميزانيه لاستخدام النقد الاجنبي نسميها ميزانيه الاستيراد، وما بنحاول نشطح اكثر مما يجب الا اذا دعت الحاله لظروف استثنائيه زي الحرب في الجنوب زي ظروف المجاعه دي اللي حصلت فيه. لكن اللي بيقرا برضه بعض الصحف تلك الفتره ها؟ البيقرا قلت لك بعض الصحف في الفترة بتاعت 83 84 85 حتى في الصحافة العربية وحتى الصحافة الأجنبية كان بيلمس أنه في مظاهر لمصاعب حياتية كان بتواجه المواطن السوداني، أنه بقت في صعوبة في المعيشة، أنه بقى في إشكال متعلق بوفرة السلع وكده. الكلام ده مش حقيقي فعلا كان؟ لا ما كله حقيقة يعني. شوف المعارض دائما بتحاول تظهر مسائل أكثر من اللازم. البداية زي ما قلت لك قبل كده، أول ما أعلنت القوانين الإسلامية سبتمبر 83 بدأت بعض المشاكل. يعني الناس في الأرياف بعض بدوا يشعروا بعض المضايقات، والحكومة في المركز بدأت ما يكون عندها مرجعيات للجارية كثيرة، وبدأت بوادر اهتزاز شوية، لكنها وصلت حدها في 84 لما توقف الريف عن الانتاج. توقف يعني دي المسألة الأساسية. بعد ذلك بدأ التدهور فعلا، واللي أدى إلى حد كبير في سقوط مايو فيما بعد. قبل سقوط مايو الموضوع يشبه غيبوبة، يعني فجأة حصل مجاعة
وفجأة يكتشف الناس هم في غمرة انشغال بالقوانين وبالدستور وبأسلمة الدولة أنه فجأة تحصل مجاعة. الناس كانوا نايمين. بقول لك أنه المجاعة هي حصلت وما الحكومة المركزية ما تجاوبت معها أو سكتت عنها. مشكلة سكتت عنها. أيوة تأخرت شوية أو تأخرت كثير في الحقيقة. وزي ما قلت لك في بعض لحد النهاردة لو حصلت كارثة في السودان قلت الحكومة حصلت مثلا عندنا سيول في كردفان قبل كم سنة جرفت مدينة النود كلها تقريبا 90% منها. بتصل بالحكومة إخواننا أعلنوا النهود دي منطقة كوارث. اتصلت ببيان أحمد عمر في مجلسنا بيشوفوها عيب. عيب لحد النهاردة لو سألت أي مسؤول تقول لي كيف نعلم منطقة كوارث؟ احنا ما عندنا كوارث. ده منطق شنو ده منطق عجيب. منطق زي منطقكم في عزامة إسرائيل منطق نحن ترابيتها في يدي. طيب كويس. المهم يا أستاذ إبراهيم أنا هنا زي ما احنا بنقول في الإعلام أنا محامي الشيطان. أنت محامي الشيطان؟ أيوة يعني وظيفتي أنه أنا الطرف الغاية في الحوار أقوله يعني. أيوة لا صح. لا 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 دي مداعبة. لا دي مداعبة. لكن برضو أنت موقفك مع إسرائيل موقف مبدئي بالنسبة لك. أنا أقدره يعني. أنا بقدره. أنا بقدره الناس كلهم. بقدره كلهم بقولهم تحقوا تقدروا برضو موقفنا إحنا. ما عندنا مشكلة. طيب كويس. نمشي من يقرأ المذكرات. أي. في فصل ميثيولوجي كده أسطوري يعني. اللي هي بعض النبوءات وبعض الشيوخ الذين حددوا أنه ما يودية ما بتقعد لها أكثر من 16 سنة. 16 أي وأنه ما يسقطت وكده. بالله يدينا بعض النبوءات دي. والله شوف النبوءات دي أنا كتبت النبوءات اللي حضرتها واللي عشتها. أول اللي بثق في الناس اللي كلموني عنها. طيب. على رأسهم والدي الله يرحمه وشيخين ثلاثة بحترمهم توفوا قريب الله يرحمهم. القصة بتاعت 16 سنة حكى لي أحد أبناء العمومة شغال في هيئة مكافحة الآفات وفي شيخ في الصحراء رئيس نميري في أول سنة بعد ما استلم الحكومة بدوا زيارة الأقاليم وبدوا لواري بالعربيات ماشيين من أم درمان لحد قريب بابلوسة فمروا في الصحراء الشيخ جماعة قال لهم سيد الرئيس زوروا مولانا زي فزاروا الرئيس قدهم بلح قدموا له والرئيس شال ثلاثة بلحات كالعادة قال لي لا يا ولدي أملى يدينك الاثنين. طيب فملاهم قال لي أحسبهم حسبهم لقاهم 16 قال لي دين سيدنا حكمك يا ولدي الناس ضحكوا طبعا واعتبروا موسى نكتة. أنا حكى لي الأخ زي الله يرحمه وبعد فترة بديت أتذكر الأسئلة دي زي ما ذكرت بعض الحاجات الثانية سردتها في الكتاب. والشيخ التونسي الشيخ التونسي اللي قال أيوة صاحبك طاح ولا اللي قال في ابريل يطيح النمير يطيح ده شنو؟ ايوه في هذا توفى قريب ده يعني راي المعروف يعني هو قال لي انا ما منجم فلكي فانا فلكي انا بعدين يعني راي شغال صايغ يعني عنده شغلته وكده وفي زرته في بيته وكده في ناس عندهم حاجه زي دي بيقروا كتب طلعوا منها طوالع وبيقروا بس الحوادث معك كثيره يعني في انقلاب 71 اي السيده اللي كانت بتبيع وطلبت منك 10 قروش ولا شنو؟ اي ثلاثه البياض اللي بيفوت البياض اي البياض ثم بعدين القصه بتاعت الشيخ التونسي اللي احنا حكيناها قبل شويه أي. اللي سال من مولانا رفع الله حاج يوسف مش كده؟ وقال لك نميري صاحبك وده كان فعلا التاريخ طلع دقيق يعني اي وفي قصه ثالثه بتاعت الالوسي مش؟ الالوسي ها دايره؟ ايوه طبعا يا اخي دي محرجه جدا. لا ما محرجه اقول. بعد المصالحه طيب بحكي لي الله يرحمه الدكتور عبد الحميد صالح عبد الحميد صالح بالمناسبه الجزء ده من المصالحه انا عرضت عليه ان درافت في مسوده لحد ما وافقني عليه حتى نشرته. قال لي انا في لندن محبط وقاعدين كلنا وكده بعدين اخوك دائما يقول لي السيد الصادق اخوك. أخوه قال لي مشيت للشيخ الألوسي قلت له الشيخ الألوسي دمه طيب قال لي بتقرأ جريدة العرب عنده صورة في جريدة العرب
في الصفحة الأولى راجل بيقرأ الكف. قلت له ما بعرفه. أنت مشيت له؟ قال لي أنا ما مشيت. أوديك ليه؟ وداني ليهم. قال لي ضربنا الجرس بدل ما يجينا سكرتير ولا سكرتيرة جانا الزول ذاته المرسوم في الصورة بتاعت ال الكلام ده السيد الصادق ودكتور عبد الحميد صالح. ده عبد الحميد صالح حكى لي. الدكتور ده حكى لي عبد الحميد صالح. تمام طيب. لأنه له تداعيات بعد ذاك خاصة بالسيد الصادق. فقال لي السيد الصادق اختفى. دخلني أنت الدكتور؟ قلت له أيوه. فقال لي قرأ الكف وكده وقال لي أنت رجل مهم في بلدك لكن اليوم طريد. قلت له إن شاء الله ترجع قريب تلقى أملاكك زادت وتأخذ منصب أكبر من المنصب اللي كنت فيه. قال لي لما قال لي منصب أكبر من المنصب اللي كنت فيه تأكدت أنه ولد الدجال. قلت له كنت وزير ما حاب رئيس وزراء. قال لي كفك بيقول كده. فقال لي بعد شهرين ولا كده بدت حديث المصالحة بسرعة جدا رجعنا السودان. في المدة دي قال لي زميلك جابك لحد الباب دي فين؟ يقصد السيد الصادق. قلت له والله كون راجعني في عنده مشوار كون راجعني في العربية ولا كده. قال لي أنا لمحته كده ما عنده حظ في الحكم. ما عنده حظ في الحكم يجري وراه ويجري وراه ويمسكه كده ويفلت منه. قلت سبحان الله ده كلام ايه ده؟ قال لي لمحته كده يا ريت كان دخل عشان اقدر اكفه واريحه من كثير من التعب اللي حيتعبه. المهم قال لي رجعنا بعد بدت المصالحه ونجحت وكده. وبعدين نمر ذلك قال لي يا دكتور انا حعينك في منصب في مجلس الشعب رقيب. قلت له رقيب ده شنو؟ قال لي انتوا بتسموه زعيم المعارضه احنا نسميه رقيب المجلس وهي وظيفه اكبر من وزير. قال لي لما اكبر من وزير لما تذكر اللوسي. ذكرت الحكايه. وهو الزور الوحيد اللي يقدر يحرك زي ما حصل لنيكسون يحرك قرار ضد عزل الرئيس. قلت له والله كثر خيره وكده. هو ما يقدر يحرك لكن هو ما يقدر يعزل الرئيس لكن حد كان يقدر يزح نيكسون يا اخي. انت ساكت خليك من ده يعني خليك من هناك. نرجع للسؤال المركزي. استاذ ابراهيم بعد التجربه الطويله انت جيت مايو محمل بخبرات وبطبيعه الحال محمل بامال وافكار ورؤيه لاصلاح الاقتصاد في السودان والمساهمه في رفاه السودان. واكيد دخلت مايو عن قناعه، ما فيش حد ضربك على ايدك يعني، دخلت مايو انت مقتنع. عاصرت كل الانعطافات دي والمطبات الى ان سقطت مايو. لما نجي لروايه سقوط مايو اذا تاملت بصوره عكسيه تقول شنو؟ انا لو تتذكر انا ما دخلت مايو لانه داير ابقى وزير عشان انفذ برنامج للرؤيه. انا قاعد في مصنع نسيج سوداني او في مؤسسه الخليج العالميه طيب. شغال ومرتاح وكده. فجاه نادوني قال لي وقع طيب. الاختيار عليك تبقى وزير يا اخوانا انا ما داري اشتغل. قال لي لا الرئيس الميري احيانا بيقلب يعني شنو؟ فقبل كده اتفق مع الاتحاديين على خطاب معين طيب يقولوا في ميدان السبق وعلى اساسه تحصل مصالحه مع الشريف حسين. تمام. لما جو الاتحاديين تلموا كل العاصمه وجابوا ناس من الجزيره وكذا الخطاب طلع غير الخطاب. غيروا. اتصل ببعض الاخوان اللي معاه مقربين وقال له حيلك ده الموضوع انتهى والاحزاب انتهت فقال لي احنا دلوقتي الرئيس نبيل عايزين نخط حوله ناس ما لهم علاقة بالحزب الشيوعي عشان ما يقلب. لأنه لحد الوقت أحمد سليمان فاروق أبو عيسى ومعاوية سورج وتاني من ربي حوله أصحابه وكذا محتمل جدا يخلوه يغير. فحكاية كلها فترة بسيطة يقضيها مع جماعة منهم فلان وفلان وفلان ذكروهم ليه بعرفهم والمجلس الوزراء حيكون هو اللي شغال والرئيس دلوقتي حيبقى هو رئيس مجلس الوزراء لانه كان رئيس مجلس الوزراء فاروق عبد الله هنا بكر عبد الله وحيبقى هو المسؤول عن الجيش لانه كان وزير الدفاع عمر حاج موسى وهكذا. فانا جيت على هذا الاساس طيب. لما جيت وجدت انه الموقف
مختلف، أنه توكيل الوزارات ما على الوضع اللي كنا نعرفه في قبل كده. ثانيا كل زول أدوه ورقة لما يجي يحلف أنه يبقى وزير، أنا ما أعرف الحكاية دي لسه موجودة ولا لا، أنه أقسم بالله العظيم كذا كذا أبقى وزير كذا، وعلى المهام الآتية 1 2 3 4 دي المهام اللي أنت مكلف بها كوزير. طيب. مسكت المهام بتاعتنا شغالين فيها إلى أن ظهرت حاجة، أنا دائما عندي صدفتين في حياتي غيروا مجراهم، واحدة منهم أنه أبو القاسم إبراهيم أبو القاسم هاشم الله يرحمه كان رجل من الريض، يعني ضعيف لا ضعيف المقاومة فكان المفروض يمشي السعودية. طيب. يمشي يحرر المسالة من الرئيس نميري بعد ثورة التصحيح ويطلب منه دعم عشان الموسم الحج وعشان تطلعات الناس بعد دحر الانقلاب الشيوعي. أبو القاسم مرض، اتصلوا لي الساعة 9 بالليل قال لي في طيارة بكرة جاية من السودان رويز السعودية تستعد تقوم فيها برسالة للملك وتعال دلوقتي مجلس الوزراء. مشيت ادوني الرسالة قريتها ما فيها أي حاجة إلا نهنيكم بعيد الأضحى المبارك مش عارف شنو وأصل لكم كذا يقول لكم تحياتنا وكذا، قلت لهم ما فيها حاجة، قال لي والله يتصرف حسب الموقف. طيب ضبان نعرفك أنت صرفت كيف، أنا هطلع فاصل. لا هطلع فاصل وأي أشوفك صرفت كيف موضوع ده. بعد هذا الفاصل نواصل هذا النقاش في هذه الحلقة مع الأستاذ إبراهيم ونعم منصور، كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة، هذه الحلقة رقم 11 مع الأستاذ إبراهيم ونعم منصور. أستاذ إبراهيم مرحبا بك. قبل الفاصل بسبب مرض الراحل أبو القاسم هاشم أخذت خطاب رحت السعودية. طيب أيوه. مشيت السعودية بعدين وجدت السفارة هناك فيها قائم بالأعمال مستشار. طيب. والله سكرتير أول كمان، لأنه كان الوزير الخارجية بكر عبد الله أفرغ السفارة السعودية من الناس اللي فيها باعتبار أنه دي من الدول الرجعية. بالله. أيوة. كلموني هم القائم بالأعمال مسكين عزة الديب، قال لي أنا محارب من السودانيين، قال لي أنت لولا أنك شيوعي أو مالي للشيوعية ما كان خلوك هنا. أمشي الخارجية السعودية وظيفتي ما بتأهلني أمشي أكثر من حتة صغيرة. صح ما بتكر تقابل وزير والجالية كلها كاشة مني. قلت له أسأل وضعي كيف؟ قال لي أول حاجة الملك بيخطبوه طويل العمر. طيب. والوزير طال عمرك. طيب وراك كل المفاتيح ها؟ يعني بعدين قال لي بتلقى المجلس فيه زي 20 نفر. تمام. دي المستشارين الملك. ده مجلس الملك. أنا بخش بسلم على الملك وبطلع. ما بقعد معكم لأنه وظيفتي ما بتسمح لي مشيت دخلت وجيت الملك براو. الوقت ده كان الملك منو خالد؟ ملك فيصل. فيصل الله يرحمه. الله يرحمه. ومعي وزير الخارجية مش وزير المالية، كان وزير المالية ما تعين محمد أبو الخير ما كان يتعين وزير وقتها. منو كان وزير الخارجية؟ كان وزير الخارجية عمر سقاف. السعودي سعودي. طيب. فمشينا قابلنا جلالة الملك وأول حاجة هو فتح لي أول حاجة سلمت عليه ومنحني فقال لي أرفع هذا الرأس لا تحنيه إلا للرب. يا سلام. فقلت دي بداية كويسة. بداية كويسة. كيف الأخ جعفر بدي أتكلم لي عن جعفر نمير وكذا وإحنا وإحنا متابعين ودي من المسائل اللي بتأثر في سياستنا مع السعودية لحد النهاردة. قال لي البحر الأحمر واصل وليس فاصل بيناتنا. يا سلام. ما يحصل في السودان بيأثر علينا. إذاعة السودان بتسمع في بور السودان لكن بتسمع في جدة. في جدة. وكلامك اللي بتقوله كله عن الاشتراكية وعن الشنوع بيصلنا هنا. الكلام ده احنا بنقول انا بقول لك مش لأننا بنتدخل في شؤونكم لكن عشان نوريك اننا احنا يعني متابعين وكده. وقلت له والله طبعا دلوقتي انت عارف الظروف اللي حصلت في السودان. قال لي انا متابع. احنا دلوقتي اغلب الناس يتوقوا انهم يجوا يشكروا الله ويحجوا الى بيت الله الحرام لانه اندحر النظام الشيوعي وبرجوعهم ووجود حكومه جديده في تطلعات كثيره. الناس بتطلع ليعيش احسن في وضع افضل
وظروفنا الماليه في الوقت ده قال احنا ضايفين ظروفكم الماليه وعارفين كم تبغون طوالي. فانا طوالي قلت له 10 مليون جنيه استرليني. فاتلفت على ابن السقاف قال لي كم تساوي بالدولار؟ قال له 28 مليون يا طويل العمر ما يخالف الدوم الدوم. بعدين حصلت قصه ثانيه، ما كلفوني بحاجه عن واحد سوداني وجدوا عنده حشيش وكذا يعني. نعم وجدوا عنده حشيش. اها قبضوه في السعوديه يعني. قبضوه فتشوا فاكرين له اجتماع سياسي. لقوا جماعه قاعدين بيتونسوا وحشيشوا واحد هو الراجل واحد بحشيش فقبضوه وكذا. وكلمته عنه كم مبلغ؟ قلت له فوق الستين. اعوذ بالله. الله يهديك الله يهديك. راح للسودان. فجيت راجع بقى مبسوط منتصر منتصر بقى ورجعت للسودان. ويعني بقيت بعد ذاك تحصل اي جوحه في السعوديه يقول يمشي. طبعا ما دي عوده مظفره يا استاذني. وقعدت امشي طوالي. جايب لهم 28 مليون دولار. 28 مليون دولار كانت كثيره جدا. كثيره. هلا حوالي 10 مليون جنيه استرليني اللي هي كانت يعني مبلغ برضه كبير. لكن المهم في الموضوع بعد ذاك بدينا نلتفت الى نعمل شنو. فاقترحنا على الرئيس نميري انه الناس عايزه كان في خطه عشريه اعلنت في الديمقراطيه خطه تنمويه لمده 10 سنوات ورئيس اللجنه كان مأمون بحيري محافظ البنك قبل ما يمشي البنك الافريقي وبدات يدوبك ذات مايو وسالونا راينا. انا حتى برا قبل ما اخش الحكومه قلت لهم والله دي عايزه الناس تراجع على حاصل شنو في البلد. فلما جيت الوزاره الرئيس امير عمل اجتماع في رجالات الخدمه المدنيه وكيل فما فوق ودائب وكيل فما فوق وبعدين طلبوا مني الكلام. قلت لهم والله بفكر انه حقه تراجع الخطه دي ونطلب من الرجال قاعدين ديل هم ناس كانوا في السودان من زمن وعارفين الحاصل قدموا لنا مقترحاتهم العمليه فيما يختص بالفتره القادمه من السودان فسموها برامج العمل المرحليه لمرحله ما قبل وضع خطه متكامله بالنسبه للسودان بعد ما طيب دي البدايه دي البدايه دي دخلت في القصه دي البدايه. انت استمرت الرحله الى ان سقطت مايو الى ان سقطت مايو. عندك روايه وانا افتكرها هي الوحيده ضمن الروايات سقوط مايو مثلا في مذكرات زين العابدين عبد القادر عنده تعبير مايو التي سقطت سهوا سهوا هو تعبيره كده يعني. لكن انت في مذكراتك لم تسقط سهوا بل دبر هذا الامر تدبيرا. لم تسقط سهوا لا. ايه اللي حصل في سقوط مايو؟ شوف اللي حصل انه احنا من اول ما بدات خلافات اعضاء مجلس الثوره شعرنا انه الوضع لازم يكون متماسك. طيب اول خلاف حصل انه اللي هو خالد حسن عباس بقى رئيس وزير الدفاع ومشى في مأمورية وجاء راجع لقى انه حصل انقلاب في 71 71. فبعد ما انتهى الموضوع الانقلاب كانت الوزاره الجديده رئيس نميري مشى عمل طواف واخذ تفويض تقريبا لشخصه هو خالد قدم استقالته انه هو وزير الدفاع ولانه ما حاضر يتحمل المسؤوليه الادبيه. فالرئيس نميري جبله مأمون عوض أبو زيد كان الأمين العام للاتحاد الاشتراكي وعنده علاقة مع خالد غير أنهم أقارب قوميين عرب. ما كان دار الرئيس نميري يقبل استقالة خالد حسن عبد فتضامن معهم مش ناقش الرئيس نميري وكذا. الرئيس نميري قال لخالد رجل مسؤول أنا راجعته كم مرة ورفض وقال لازم يضع أساس بتاع مسؤولية للمستقبل أي زول تحصل منه حاجة دي في وزارته يتحمل المسؤولية الأدبية. فمأمون قدم استقالته من أمانة عام الاتحاد الاشتراكي. فجأة وجدنا أنه في أكبر منصبين أمين عام الاتحاد الاشتراكي المفروض يكون أكبر من وزير أكبر من أي حاجة ثانية ووزير الدفاع أكبر واحد في المجموعة العسكرية برة المسؤولية المباشرة. مأمون ساب البلد وطلع مشى عنده اصحابه برا وكده. خالد قعد واشتغل افتكر بعد شويه الرئيس اقنعه انه يبقى مستشار الرئيس للشؤون العربيه والافريقيه ما عارف. بعد ذاك بدات
عملية بتاعت وضع الدستور، وكان الفكرة أنه يرأس لجنة الدستور شخص من البتروكرات. طيب بعد الدستور اقترح بابكر عبد الله أنه أعضاء مجلس قيادة الثورة لم يعد لهم مجال ويقدموا استقالاتهم. زين العابدين قال لي أنا كنت ضد الكلام ده، أنه إحنا نكون موجودين والدستور موجود، لكن إحنا علاقتنا مع الرئيس وعلاقتنا كأعضاء مجلس الناس قمنا بالثورة لازم نكون موجودين حول الرئيس. حول الرئيس. الرئيس قال لهم لا، قال مشان لو تكلمنا معه وقال لهم دي آخر مرة تجوني باعتباركم لا كمجموعة. كمجموعة أي صحيح. قال لي من الوقت ده سقطنا تضح لي أنه ما بدأت تسقط. من الوقت ده؟ من الوقت ده بدأت تسقط، لأنه إحنا المفروض نكون حراس هذه الثورة عملناها، وننصح الرئيس مجتمعين برأينا مجموع كل واحد براه برأي وكده. استمرت الحكي بعد شوية بدأت أنا بفتكر إحنا كنا مشغولين زي ما قلت لك، أنت قلت كل واحد ماسك ورقته فجأة وجدنا أن الرئيس بدأ شوية شوية يبعد أعضاء مجلس قيادة الثورة من مواقع المسؤولية، قاعدين في بيوتهم أعضاء مجلس قيادة الثورة. ما عاد أبو القاسم مش كده؟ ما عاد أبو القاسم محمد إبراهيم، ظل قريب يعني. محمد إبراهيم أيوه. أبو القاسم محمد إبراهيم بعد شوية اختصر القصة. الرئيس أنت قلت لي زدت السكر، احنا في الحقيقه في زياده السكر، ما زاد السكر، هم قالوا يرفضوا اقيلوا ابراهيم منعم منصور لانه زاد السكر. لانه زاد السكر سنه 73 زياده السكر بالنسبه لنا 73 هاي 73 زياده السكر بالنسبه لنا احنا هي دفع تكاليف السكر. السكر ما انتاج كان 100% سوداني، عندنا مصنع جنيد بس ودينا مصانع لسه ما صارت 100% بنستورد السكر. السكر عنده دوره بتاع زيادة في الأسعار هبوط، ففي الدورة العالية دي الأسعار بتكون عالية جدا، ولا بد أننا هذا مبدأ إحنا شغالين به، سكر والبنزين يتباع في بورسودان وفي الجنينة بنفس السعر، لازم تكون في عدالة في الحكاية دي. وكنا بنفتكر أنه ما في زول يتحمل زيادة السكر غير الزول بسهلك السكر. طيب والحكاية دي الناس ما قبلوها، يعني هي كانت بداية برضو لخلاف دفين أنه أعضاء الاتحاد الاشتراكي القيادات في الاتحاد الاشتراكي تفتكر أنه الجهاز التنفيذي عنده نفوذ ووضعية أفضل منهم، ودي المشكلة في أنه الاتحاد الاشتراكي مش هو الحزب بتاع الحكومة، لأنه حزب الحكومة كان بيكون الحكومة، هو ما عنده اختيار رأي في اختيار وزير ولا حتى وزير الدولة ولا وكيل. كانوا قاعدين في المبنى بتاع الاتحاد الاشتراكي ويعملوا اجتماعات يغيروا سياسات وكده، ومن وقت لآخر انتقدوا الوزراء في تصرفاتهم، ففي جاب ثغرة كبيرة جدا ما بين حزب الحكومة وما بين الحكومة. دي بداية خلافات مايو اللي احنا شعرين بها كوزراء أفندية زي ما يسمونه تكنوقراط دلوقتي، وكنا نشعر بها لكن ما مهتمين، لأنه ما شعرين أنه الاتحاد الاشتراكي بيضع علينا السياسات، على العكس الجهاز التنفيذي بيقترح سياسات بعرضها مجلس الوزراء، الرئيس أحيانا بيعرضها على اللجنة المركزية الاتحاد الاشتراكي أو المكتب السياسي أحيانا ما بيعرضها وهكذا. طيب دي البدايات. البدايات الثانية كانت إبعاد أعضاء التثورة من المسؤولية. بعد شوية الرئيس وجد أنه أحسن نصحوه جماعة على رأسه عمر حاج موسى الله يرحمه، عين واحد مستشار رئيس الشؤون العربية، مستشار رئيس الشؤون الأفريقية، مستشار رئيس سكنهم في وظائف، يعني وظائف شرفية ما عندهم أيوه مسؤوليات، يحتفظ بهم بس. أبو القاسم يحتفظ بهم لأنه أبو القاسم بدرت منه في الفترة بتاعت لما الرئيس قدم استقالته في زيادة السكر. أبو القاسم بدرت منه يعني ملاحظات الرئيس نميري لماح جدا، قال نزيع المحضر بتاع جلسة لسه كانت لقيادات الاتحاد الاشتراكي مع الرئيس يعتبروا فيها على زيادة السكر، وأن الوزير ده اللي هو أنا يعني ما براعي الظروف وزير ما سياسي وكده وشيلوه. فالرئيس رفض
قال له انا لو ترفضوا قدمنا له التكاليف، احنا ما عندنا بند ندفع مبلغ قدره ده عشان نعمل دعم للسكر على حساب الخدمات والحاجات الثانيه. فالرئيس قال لا، الزياده دي تزداد بقدر ما هي تكلفه الانتاج في الداخل والخارج. المهم قال لو تستمروا في الكلام ده انا بقدر انا بستقيل. لما قال انا بستقيل قامت الدنيا وقعدت وكل اللي كانوا بيقولوا له لا ضد الوزير قال حوله. فالرئيس قام مشى، الناس كلها مشوا له. شنو زعل ديول؟ ايوه تبعوه ومشوا. ابو القاسم اصر يذيعوا المحضر عشان الشعب يعرف انه الرئيس قدم استقالته. ايوه ده تنافس ده. كانوا يتنافسوا يعني. اي فعمر حجوزه كان وزير الاعلام افتكر ما رفض زياده المحضر وعتم عليه وكذا، بعدين الرئيس ردوه ورجع والزياده مشت. رقص منها افتكر قريش ولا حاجه دي. المهم دي دخلنا في موضوع ثاني. انا عاوز امشي وانا ماشي معاك بمراحل على السقوط. اي روايتك حول السقوط مايو بعد ذاك بدات القصه تهتز في علاقات الرئيس مع اصحابه ديل مع زملائه ديل. طيب بالخص ابو القاسم ظهرت القصه بتاعت المصالحه. المصالحه دي يعني بدت بحاجه بسيطه لكن الرئيس سميري مشى فيها. مامون عوض وزير يتعين بعد ذاك وزير الداخليه. من الجماعه الوحيده رجعوا من الوزاره وزير الداخليه. بعد ذاك جاب زيف الشباب شوي ورجعوا ثاني. فمشى في مؤتمر وزراء الداخليه العرب قابل الرائد زلفو مؤلف كتاب كرري عصمت وبعدين الرائد عصمت زلفو عنده نسب مع آل المهدي. ايوه وتكلموا في المصالحه وكذا وقال لهم انا حاتصل بالرئيس نميري واجيكم راي الرئيس في المصالحه في مؤتمر وزراء الداخليه العرب في المغرب في سبتمبر كده. كويس الكلام ده كان في فبراير افتكر ولا كده حاجه زي دي. فالرئيس عمر المامون لما جاء راجع برضه استمر في خلافه مع الرئيس وخالد وما خالد وكده. الرئيس عزله من وزاره الداخليه. الرئيس اكد لي انه لم يتحدث معه في المصالحه. بعد ذاك جات للغزو 76 اي وبعده بعد ما كل شيء هدا وكذا انا كنت برا الوزاره. فتكلمنا مع بعض الاصحاب انه دلوقتي الامور هدأت والمأمون بقى رئيس الداخليه فنتكلم في مصالحه مع. طيب احنا ما مرينا على محطه المصالحه دي. طيب في 77 ومشينا لغايه 76 هي لا مصالحه 77 77 76 ده الغزو اي مرتزقه اي. ف انا مشيت قلنا نبدا بالصادق. طيب مشيت للصادق في لندن قابلته قال لي يا شوف يا اخ احنا عندنا ملفين، ملف للحرب ملف للسلم. ملف السلم قلنا تكلمنا مع مأمون عضو زيد وما جانا حسب وعده. وقلنا يمكن انه رفضوا لانه تكلم معنا في المصالحه. جانا الامير محمد الفيصل وتكلم في المصالحه واديناه شهرين. احنا في ابريل دلوقتي لحد 30 يونيو اذا ما جيتنا برأي الرئيس نميري في المصالحه احنا في حل. طيب ما جانا قلنا نحن في المده دي استعداداتنا للحرب ماشيه. فقال احنا في 30 يونيو امير محمد الفيصل ما جانا 2 يوليو ضربنا الضربه بتاعتنا. فلو النظام دلوقتي جاد جاهز احنا جاهزين. طيب انا اطلع فاصل واجي عشان اسمع الروايه المتعلقه بالدور الامريكي في اسقاط نميري في الدور الامريكي وعمر حمد الطيب والروايه المذكوره في مذكراتك حول الترتيب لما بعد نميري. بعد هذا فاصل نواصل الحوار مع الاستاذ ابراهيم منعم منصور، كونوا معنا. مرحبا بكم مره اخرى، لازلنا في هذه الحلقه مع الاستاذ ابراهيم منعم منصور. استاذ ابراهيم مرحبا بك. مرحبا بكم. كما قرانا في المذكرات انه الرئيس نميري سافر الى الولايات المتحده الامريكيه، وانا عاوزك تكمل لي الروايه المتعلقه بالتدابير والترتيبات الامريكيه للسودان ما بعد نميري. طيب
أنا في علاقتي مع بعض السفراء كنت بحاول ألقى منهم معلومات غير التقارير اللي بتمشي للوزارة. في عمر صالح عيسى الله يرحمه كان سفير السودان في أمريكا، في أمريكا، وعمر كان وزير الدولة الشباب وعندي معه صداقة وعلاقة وكذا، وزوج بنت إبراهيم محمد إسحاق كان مدير. المهم عمر قلت له يا أخي إحنا عايزين معلومات غير اللي بترسلوها الخارجية، أنا داير أعرف بالضبط الحاصل شنو بالنسبة لنا إحنا. نسمع كلام عن المعونة عن الأمريكان وكذا. فعمر كان بيرسل لي تقارير أزعجت السفير الأمريكي هنا وأزعجت مدير المعونة، من ضمنها أنه جو وفد من الكونغرس أخذ 10 يوم في السودان ما كلمونا به، باعتبار أنه في تجار أمريكان جايين رجال أعمال وكذا، وطلعوا قدموا تقرير مناوي للسودان وأنه ظروفه إيه وكذا. عمر رسل لي الجلسة بتاعت ملخص الجلسة كلها. الكلام ده 84، الكلام ده 84 تمام. وإلى وبعدين أنه نقص المعونة الأمريكية وأنه مدير المعونة الأمريكية في العالم زار السودان وقال له السودان ده ما تنقصوا منه دولار. المهم التقارير الاثنين رسلتهم للسفير، السفير انزعج جدا، جاني قال لي لقيتها وين؟ قلت له لقيتها جاني بتاع المعونة الأمريكية. قال لي يا أخي أنا ما موظف في الحكومة الأمريكية، أنا أستاذ في جامعة نيويورك، استعانت بي الحكومة الأمريكية 3 مرات، مرة في كوريا، مرة في تركيا في برامج إغاثة ومعونة، وانتشلتهم بجهود استمر سنوات إلى أن وصلوا الحالة اللي هم فيها. أنا دلوقتي جاي للسودان بهذا المفهوم تمام، وللأسف الشديد في تقارير من CIA وتقارير من السفارة هنا ضد السودان، أن السودان على السريع ودي حكاية ضر الكلام زي عارفين أنتم كلهم. أنا ما دارك بدل معاك مكاتبات، إذا في أي مشكلة نتلاقى ونص ويك كل يوم خميس في المكتب، بعد كل يوم جمعة في المكتب بعد الساعة 12. قلت لك كويس، تجي الساعة 12 ونص أنا بطلع على الصلاة بخليه. قال لي كويس. ففي واحدة من اللقاءات قال لي للأسف الشديد تم اجتماع في الولايات المتحدة في وزارة الخارجية بحضور كذا ويليام كيسي مدير المخابرات ومدير المعونة ووزير الخارجية، وقرروا أن الرئيس نميري ما لا يستحق أن يكون يستمر في حكم السودان، وأنه إذا الرئيس ريغان فاز في الانتخابات الجاية نهاية الحكم بتاع الرئيس نميري أبريل، حددوا كمان بالتاريخ، إذا سقط الرئيس الجاي السودان ما بكون أسبقيته، لكنه نهاية الرئيس نميري يونيو يعني حددوا التواريخ بالدقة دي. أي. إما أبريل أو يونيو. أي. دي كلمني قال لي أنا دلوقتي يعني قضينا وقت 2 سنين ولا كم ما بعرف شغالين كويس مع بعض، أنصوري أنا قدمت استقالتي لأنه أنا ومدير المعونة الأمريكية مختلفين مع وزارة الخارجية مع CIA مع السفارة هنا. وقال لي حيحصل الآتي كذا كذا كذا، حيجي جواب للرئيس نميري توقيع وزير الخارجية، حيجي مدير البنك الدولي، حيجي نائب الرئيس، قال لي موظف كبير شخص كبير في الإدارة الأمريكية، يقصد نائب الرئيس، كان طلع الرئيس بوش بوش الأب، كلهم حصلوا. كلمت الرئيس نميري، كلمته كل الإدارة ده، لا كلمته قلت له والله قالوا كذا 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 كذا، ويعني هو زعل مني في جملة أنا قلتها، لكن أنا قلت له الكلام اللي حصل. قلت له قالوا الرئيس نميري هو ما رأي يعني مش تقي ولا حتى متدين، راجل بيبحث عن سعادة الشعب. قلت له قالوا he's not pious not even religious. قال له أنا متدين. قلت له قالوا ما متدين، غير متدين. زعلته دي؟ دي زعلته لكنه حملها. قلت له قالوا كذا كذا، فحيجيك جواب، جواب جاء حيجيك مدير البنك الدولي طيب، والمدير جاء حيجيك زول كبير من الإدارة الأمريكية، حكون آخر زيارة نائب الرئيس بوش، صح، جورج بوش الأب. وهذا الكلام يعرفه الرئيس نمير ويعرفه النائب الأول عمر كل شيء. عمر قال ما سمع بالاجتماع ده ولا كلمته ولا أي حاجة، لكن أبدا.
كله بكلمه بالحياة دي ومفصل دي عمر قال لي مصدرك منو؟ قلت له مصدرني، مصدري ما بكلمه بيه لأنه أنتوا تقول مصادرنا لم نكلمكم بها، لكن اتأكد من ويليام كيسي حضر الاجتماع ده ولا لا. ويليام كيسي ده مدير مخابرات سي آي إيه، قال لي أكد لي صحيت ولا نو؟ قال لي أكد لي ما حصل. قلت له حصل. المهم باختصار الرئيس نميري دعوه، كان داري يمشي قابل الرئيس هيجر ويتعالج، قال له الرئيس هيجر مشغول في الانتخابات. فجأة غيروا البرنامج، قال له الرئيس هيجر قال حيفضل لك فترة تقابله فيها وتجي طوالي. فالرئيس ودعني قال لي طبعا هدية آخر زيارة، زيارة الأخيرة وكذا وسافر. وأنا طبعا ذاك الرئيس نميري طلع من الوزارة. والمهم حصل الناس كلهم يفتكروا أنه ما عندهم خبر أو ما في دور للأمريكان في سقوط معه. على العكس الأمريكان كانوا واضحين جدا من الجواب بتاع جورج شولز مع اليابانيين، السودان دولة غير صديقة، الكلام بتاع المندوب السعودي في مؤتمر المانحين. وبعد ذاك كان في فتور ملحوظ في العلاقات الأمريكية السودانية، والناس ما قاعدين يعترفوا بالأمر الواقع. دائما الحقيقة الصادمة ما بيرتاحوا لها، صحيح ينكروها. يعني العجيبة يعني الجواب اللي التلي سجل فيه والجواب الرئيس نميري قريناه، وأنا عبد الرحمن عبد الوهاب الله يرحمه توفى قريب، ده عنده قريب اللي هو شغال في السفارة الأمريكية في مكتب التليكس، فقال له يا فلان في التليكس جاي كذا 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 موجه الرئيس نميري، أول ما يجي أنت بتشيل صورة القصد توديه للسي آي إيه الكربون والصورة توديه للسفير، السفير تدي القصد للسفير، الصورة والكربون اللي توديه للسي آي إيه في السفارة، بيشرط الكربون قدامك وبيحتفظ بالصورة. قبل ما يحصل ده تجيب لنا التليكس. طبعا ما في زمان التليفونات اللي بتصور والآلات اللي بتصور. أنا وعبد الرحمن نقلنا الفقرة اللي بتهمنا في التليكس أنه حيحصل كذا كذا كذا، أنه إحنا بعد ما معناها غير مسؤولين، أديناك الفرص الكافية وبعد ده إحنا هنتصرف. يستدعي نميري كجزء من خطة التخلص منه؟ قطعا. ويستدعي الولايات المتحدة الأمريكية كجزء للتخلص منه؟ لو موجود ما كانوا يقدروا. يعني انتفاضة أبريل صناعة أمريكية؟ مش أنا بقول صناعة أمريكية، الأمريكان وضعوا الخطة دي. واللي حصل أنه الكلام اللي قالوا لي دكتور براون وحصل بالضبط، قال لي حتحصل مظاهرات. دكتور براون ده منه؟ ده بتاع المعونة الأمريكية في السودان. قال لي حتحصل مظاهرات، المظاهرات دي حتتطور وحيطلب الأمن من الشرطة أنه ما تتعرض لها. كلام ده في 85؟ 85 84 يعني قبل سنة من الانتفاضة؟ مش قبل سنة، لا أنا طلعت في آخر 84 قبل أشهر يعني قبل أشهر من أبريل. طلعت في أبريل أنا. طيب قال لك أنه في حتقوم مظاهرات؟ حصل مظاهرات وكذا، وبعدين ما يتعرضوا لها، وبعدين بعد ذاك حيحصل زي دربكة كده ويتولى رئاسة الحكومة اللي هو عمر محمد الطيب نائب الرئيس، كان نائب الرئيس acting president in this capacity في صفة الرئيس بالإنابة حيحل الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات والبتاع كله، يتخلص من ماي كله يعني، خلص من ماي كله، ويعلن الصادق المهدي رئيس وزارة في الشمال، جوزيف لاجو رئيس المجلس العالي في الجنوب وكده. الرواية دي أيوة دار تفكيك ودار نقاش، أيوة فتسمح لي في حلقة قادمة نواصل، لأن دي رواية مهمة جدا، ولأول مرة تقدم أنه انتفاضة أبريل 85 أو سقوط مايو كان ترتيب أمريكي بامتياز. أشكرك أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا لك. شكري وتقدير لك عزيزي المشاهد، هذه الحلقة انتهت، سنلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله نواصل النقاش حول هذه النقطة وشهادة أستاذنا إبراهيم منعم منصور. في الختام تحياتي والفريق العامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.